سلام الفتيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحاجه اللي هي زوينه بزاف. هاد النهار كان الحد وكان خاصني ضروري نشري الحليب لبنتي، فلي فارماسي يعني فارماسيين الصيدليات كان كلشي سد، فلقيت البنات هاد الطريقه هادي في الصيدليه، وكاين هذا اللي تتمشي بحال شكل ديستريبيوتور، يعني تتمشي تختار الحليب او البرودوي اللي خاصك، يعني المواد اللي خاصينك، وتجي تختار. يعني انا اخترت هنا الحليب رقم 2 والثمن ديالو 13.85 أورو، اللي هو رخص من الصيدليه تتلقاهم تيتوافد بين 15 و 18 أورو على حسب كل صيدليه وشنو تختار. المهم البنات هنا تختاروا داكشي اللي بغيتو تشريو، تتخلصوا سوا يعني تتخلصوا وتتمشيو تاخذوا سميتو المنتج اللي شريتو، بحال اللي شريتو شي مقرعه الماء، ولا بحال داك يعني بحال تشريو شي يعني شي حاجه في داك سميتو في داك البلايص اللي ما عرفتش سميتهم بالعربيه، درت العدف شي انت تمتم تنقلب على السميه بالعربيه. المهم راكم اللي معروف بسمية ديستريبيوتور، سوا دو كلاس، سوا دو الماء، سوا ديال الحلويات الى اخره. البنات انا بغيت نوريكم انكم بامكانكم تخلصوا بلا كارت بالصرف، يعني بالصرف او بالفلوس ورق. يعني ها هما كاينين ثلاثه ديال البلايص، ها هي لاكارت الفوق، هذه اللي في الوسط ديال لي بيي يعني ديال الفلوس ورق، وهذه اللي لتحت ديال الفلوس صرف. تنتمنى البنات تكون حيله عجبتكم. عرفوا ان هادو تيكونوا بحال دابا لاصقين في الفارماسيين، بحال دابا هانتوما هنا لاصقه في هاد الفارماسيين اللي ساده، راه كاينه في ايفير بالنسبه للناس في بلجيكا. تنشكركم على المتابعه وشكرا لكم.